يعني اذا تم فعلا يعني وكاينه مسطره ديال سحب الوسام، كاينه مسطره ديال سحب الوسام انها تفقد الاوسمه ديالها، تقدر يعني القانون كينص، القانون المنظم للاوسمه كينص على انه يمكنه سحب الوسام من اي شخص الى صدرت واحد العقوبه نافذه وكان سموه مخله بالشرف والمروءه. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.